هعمل مش سيء، يلا متخلاش بقى تنط انت منه. اسكت بقى. حاضر. كبير كبير رجع لاتش ماشي. انا اهو يا عم ثابت اهو. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش والله يا جماعة، انا ماليش نفس نصور عشان اخواتي الفلسطينيين بصراحة، يعني ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم. لكم الله، لكم الله يا اخواني، والله العظيم انا شايفكم اقوى شعوب الارض، وربنا يصبركم يا رب، وهنيئا لكم الجنة، هنيئا الجنة لشهدائكم. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، ويصلح حالنا وحالكم جميعا. بص يا جماعة، أنا النهاردة طالع كده أنا في صرف مزارع، أنا كنت متوقع إن البولتي مش هياكل، فعملت حسابي على عجينة وزفر للبوري، وإن شاء الله هناخده بوري، يعني لو مفيهوش بولتي هناخده بوري، أنا متوقع كده يعني بإذن الله. فخليكم معانا كده، هو أنا بنصور والله من غير نفس، بس عشان عارف ان انا غبت عليكم، وعشان برضو ايه ندعو كلنا لاخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم ارحم شهدائهم يا رب. خليكم معانا وان شاء الله نعمل فيديو ظريف مع بعض. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عم على السعيد. رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على رسول الله. الله اكبر. لا 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 يا دهوتي، هتعمل نفس ثاني الحركه؟ ثاني طب اصبر اصبر اصبر، ثاني ثاني استهدى بالله، ثاني استهدى بالله، يا استهدى بالله، استهدى عمرها بالله، ما ردك. استهدى بالله عمرها ما ردك يا عم. جاي ان شاء الله، بس النار شبك في اللقافه، وعم السيد ما عندوش امل. راحت نصيحه لاخواتي الصيادين، اللي يشوف سمكه يا جماعه يصلي على النبي ويدعي بالبركه، سواء كانت حاجه كبيره او صغيره. بالراحه، كشف لي الاول. ده برضه حمو حماه. معلش بالراحه يا استاذ، بالراحه. اي صلي بالراحه بقى، صلي بالراحه. صلي بالراحه، اي بالراحه يا استاذ، مش هنلقوا فانا دلوقتي. ها لا ما تظبط، هو صغير شقي. لازم نبعد غير شقي. لا ما تكشفش عم السيد عشان ملطوش. ايوه بالراحه يا عم السيد، ما تخلاش تنط منه. حاضر. انا اهو يا عم ثابت اهو. صل على النبي، صل على النبي، لا لا لا. الله اكبر عليك يا رب، صل على النبي، الله اكبر صل عليك على يا رب. رسول الله. امسك حاج. ما شاء الله. اي ابو يحيى والله عليك. سلك له سلك له. امسك سمكتك. الله اكبر يا عربي. صل على رسول الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله يا رب. الله يرزقك الخير يا رب. خير. الله يعوض عليك. الله يعوض عليك يا عم السيد. ضيعنا سمك ياما والله يا جماعة. أنا لو عيني ما كذبتش أنا لسه مضيع سمكة بتاع 5 كيلو. والسمكة بتاعت عم السيد اللي ضيعتها ديت بتاعت 3 كيلو. السنار شبك في اللقافة. خد الزمن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أصبر بس. الله أكبر، الله أكبر. ولا إيه؟ أيوه، الله أكبر. لا يا عم بلع. بسم الله ما شاء الله. أصبر بس. صلي، صلي، صلي على النبي. صلي على النبي. طبعا عنك 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 خفيف. ارفع بصر، ارفع حبيبي. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. عجينة دي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عجينة والله العجينة كلب. الله أكبر عليك أبو يحيى. خدتها على النقرة. الله اكبر ما شاء الله، لا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله حبيبي. هو البولتي مش واكل النهارده يعني زعلان. معزوم عندي لا سايبه. بسم الله ما شاء الله. يا حلوه ما شاء الله، يا مسهل الحال يا رب. اي ما شاء الله، يعني تلت. صلي 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 على النبي. تلت كده بالعجينة. الله اكبر، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك يا رب.
يا رب. بص يا جماعة، أنا عامل زفر العيش أهو زي ما انتم شايفين دوت للبوري، ودي العجينة اللي أنا شغال بيها. العجينة دي عبارة عن مية ودي بس، وإن شاء الله هتاكل وهتجيب معانا نتيجة. إن شاء الله هتاكل وهتجيب معانا نتيجة. طبعا أنا برضو بنصطاد غلة، ولكن احتياطا يعني إيه، عامل فلتين عجينة وفلة غلة، لأن الغلة ما كلتش معانا خالص، فقلبنا على العجينة على طول. ربنا المستعان. أنا خدت بياضة يا جماعة من صرف المزارع، برضو هي مش كبيرة، يعني فوق الربع بحاجة بسيطة كده أو ربع. يلا يا مسهل الحال يا رب يا كريم. الله اكبر، بياضة كمان اهي، ان شاء الله عوض ربنا في البياض. ان شاء الله عوض ربنا في البياض. الله اكبر ما شاء الله.